السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نقدم لكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الأربعاء 22 من شهر أفريل 2020. إذن نبدأ بالفترة الصباحية كما تعودنا متابعينا الكرام، حيث ستكون الأجواء غائمة كليا على المناطق الغربية مع تسجيل بعض الأمطار المتفرقة. أمطار أيضا كلما اتجهنا إلى المناطق الوسطى ستزداد قوة وغزارة، خاصة على السواحل الغربية باتجاه السواحل الوسطى. المناطق الشرقية ستبقى تميزها أمطار بإذن الله تعالى على مناطق الأوراس، خنشلة، بسة، ولاية سقهراس، وأيضا ولاية قسنطينة، وصولا إلى أقصى المناطق الشرقية ولاية الطارف إن شاء الله. أجواء ستكون صافية مشمسة على باقي المناطق الصحراوية من شمال الصحراء والواحات منطقة الصورة إلى غاية أقصى الجنوب. في الفترة المسائية متابعينا الكرام ليوم الأربعاء، حيث نتوقع لأمطار معتبرة وغزيرة جدا على كل المناطق الشرقية الساحلية والداخلية إلى غاية الأوراس وشمال الصحراء والواحات. أجواء أيضا ستكون غائمة ممطرة على مناطق الوسطى الداخلية والساحلية، ونفس الشيء على المناطق الغربية، أجواء متقلبة وممطرة. وسنوافيكم بنشرية جوية خاصة بالمناطق والولايات المعنية إن شاء الله. المناطق الجنوبية ستكون الأجواء صافية مشمسة إلى غاية أقصى الجنوب ومنطقة الصورة بإذن الله تعالى. درجات الحرارة متابعينا الكرام ليوم الأربعاء بإذن الله تعالى، درجات الحرارة القصوى سنسجل درجات حرارة ما بين 13 إلى 17 درجة على كل المناطق الشمالية للجزائر، ما بين 20 إلى 23 درجة على منطقة الصورة لغاية شمال الصحراء والواحات. أما المناطق الجنوبية سنسجل ارتفاع في درجات الحرارة كلما اتجهنا إلى المناطق الجنوبية الشرقية، ولاية ورقلة، ولاية ليزي، برج بجي مختار، عين صالح، بالإضافة إلى مرتفعات لوكار والتصيلي، سنسجل ما يقارب 40 درجة. الرياح متابعينا الكرام ليوم الأربعاء ستكون قوية جدا، ستكون في الموعد على كل السواحل الغربية والوسطى والمناطق الغربية الداخلية والوسطى والهضاب العليا، بالإضافة إلى مناطق شمال الصحراء والواحات والمناطق الجنوبية الشرقية. إذا سرعة هذه الرياح كأقصى تقدير متابعينا الكرام ستصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون هادئ على كل الشواطئ الشرقية ومضطرب على كل المناطق الوسطى وأيضا الغربية. إذا كل الخير نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.